عمو بجال ورا عصيف عصيف ايه عصيف انا جاي على السلامه على السلامه Thank you.
you
يلا خذوه يلا خذوه تعال عمو
Thank you.
أيها الأساتذة الكرام الحقيقيين، يا من قام بالبيت الأول بشفاعات أمك القديسة وإيجاد الطهارة والمريحة من كل عين، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكلمتك، وأبائنا الأبرار المبشرين بالله، والقديس العظيم الشهداء وقد زينا
نقول كل هذا في موسم القيامة البدنية
وزرعت المسيح في روما وفي غيرها من عواصم الدنيا. وإن نقول هذا كله نؤكد بجلي أننا تمنون على اسم المسيح في هذه الأرض. هذا ليس شعر ولا معسول لها. لقد حمل أجدادنا صميم المسيحية المشرقية على رغم كل هجرة وتهجير ورغم كل الكل وحورة صديق ذاك الرب في هذه الأرض التي شتلتنا يمينه فيها وأرادتنا توأما من ترابها ولنور شمس صباحها. ونحن على أتم السن وعلى أعظم يقين أن وجه المسيح لن يغيب الذي تجسد فيه. عينا منذ يومين ايها الاحباب لاحد النور ذاك الرسول الذي عبر عن شكه اولا ولكنه ختم الشك ولحمه بتنفسه جنب المسيح المكذوب. وحال القلوب شبيهه بحاله البشر اجمعين ومنهم نحن. كثيرا ما نسأل ونتساءل من الله من كل ما يجري في حياتنا، ولكن الجواب يأتينا انفراجا لظلم يعجبه لسانهما قائلا ربي وإلهي، كما أسمع في الإنجيل أنهما أجاب وقال ربي وإلهي. كلمتان تختصران كل شيء، كلمتان تختصران يقينا كل نفس بربها وإلهها وسط كل ضيق ووسط كل فرج. أتيت في آذار 2015 لنقول آنذاك إننا نوعه هذه الأرض. يومها كانت بحسب الطقس الذي تجري الأنزال وكانت المزارف كنز. واليوم نواجهكم وأنتم ترددون المسيح قام والقلوب تصفر. بالتأكيد لم تزل القدس ربا، لكن من أزاح حجر القبر قبل الجيعان لا شك أنه سيزيح عنا وعنكم أحجارا وأحجارا. لقد ذكرت آتيكم في موسم قيامة البلد، فنحن أبناء القيامة، نحن قائمون مع المسيح دوما وأبدا، نحن قائمون مع رب القيامة ومع إله كل تعزية. وبنوعاتها المتغيرين من الغرس الكبار الى الاغماط السحريه مرورا بالتنفس السكان وايديا مصريه. واخص بالذكر ايضا الاطيان الاغماطيوس مرورا اليكم يا صاحب السياده الاغراض كلها. الا طوال الله في رعايه هذه الغرسيه المباركه وزادكم من حكمته لكي تقودوا أبناءها وتوردوهم إلى مناهج الخلاص. صلاتنا أيها الأحباب من أجل سوريا الواحدة الوحيدة التي تنظر عن كاتبها بإذنه تعالى غبار الألم وآثار التمام والإرهاب والهجرة والتهجير. صلاتنا من أجل كل المخلوقين ومنهم أخوان الرحالة يحبون الأمور سيارة يبقى ملكهما صورة مختزلة عن استخلاص الكرامة الإنسانية عموما.
تفضح كده سوا يوم تشيخ نيسي السيدي بزرق.